انا عندر ساصطاد الدبين. يقولكان هما يمرحان دائما في الغابة يقفزان يلعبان يلعبان. عنتر صياد خطير يسعى لاصطيادهما وهما يهربان منه هل يتمكن منهما. ومغامرات وسط الغابات ومطاردات قد تصل الى ابعد البلدات. أنا بطل وأنا ناهزم عنتر وفي النهاية يضعك في القفص معي. أنا عنتر جمالي لا تنسى يا أيها الدبان. اهرب بندق احزن ها هو قائد عنتر يحمل أسلحة شتى هناك. بندق حاول برعب داور عنتر شق نادر لكن قد يصب فخاخا وشباك. التنكر. انت اجمل كوز صنوبر رايته. وانت شهي. اين ذهب؟ هاي الى اين تذهب؟ انتظر. صندوق ذكرياتي. ما هذا؟ انها صورة قديمة عندما كنت رضيعا. ما اجملها. وهذه صورة الصياد الصغير. وهنا امي تؤنبني لتمزيق الدب بندق. انا اكرهه حتى وهو لعبة. حسنا. انه قناع المفضل. هاي يا كوز الصنوبر كيف تهربا؟ انا جائع. واخيرا سأخذك معي الى البيت. كم انت شهي. هذا شيء ممل. النجدة النجدة. استيقظ استيقظ يا صديقاي. استيقظ هناك ذئب في الغابة. هناك ذئب. استيقظ هناك ذئب. ماذا؟ أنت تحلم. لا ذئاب في غابتنا. نعم 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 لقد رأيته عندما طاردت كوز صنوبري. بالمناسبة أين هو؟ لقد فقدته. كنت أبحث عن ذلك الشيء طيله النهار. علي أن أعود. أعرف أنكما ستقدمان المساعدة لي صح؟ ساعداني. نساعدك. لا تتركا لي وجبة للذئب. حسنا سنساعدك. حقا شكرا. هل هذا كوز صنوبرك؟ لا 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 لا. هذا صغير جدا. تنجو نحن نبحث منذ ساعات. أين هو؟ هاي ماذا عن هذا؟ لا دعنا نأخذ الكبير الحبة الكبيرة. لا أريد أن أسمع عن كل الصنوبر ثانية. هاي هيا أسرعا. وجدت الحل. الذئب.
أصبح أكبر أم أن القناع أصبح صغيرا؟ أجل، أنت هو الحل. إنها مشكلة. أنتما هنا؟ أهلاً. كوز الصنوبر وجدته. صديقنا. ما هذا؟ انتظر، لا تتسرع، والآن سنفكر بخطة. قتلك كوز الصنوبر. لا له من كوز صنوبر جميل ولونه كذاب. سأخذه. بندق، إذا لم تسرع فسنخسر صديقنا. اهدأ، فأنا أفكر، لما أخذ الذئب صديقنا إلى منزل الصياد؟ لما؟ خطرت لي فكرة. حقا؟ هيا اتبعني. نعم هيا. يا سأستخدمه كفخ. هاي أين أنا؟ أنت عندي في ضيافتي. لا ولكن ما الذي أيقظك في هذا الوقت؟ نعم يا صغيري، نعم لدي أعمال أقوم بها في الليل. هل أنت مستعد يا برعوم؟ راتشل، أوافق أننا سننجح؟ كما تريد يا بندق. حسنا، إذن لنقم بهذه المهمة. هيا، نحن قادمان أيها الذئب. اتبعني يا برعوم. بندق انتظرني. راتشل. لما لا تستجيبان لندائي أيها الدبان؟ هيا تعالى، وإن لم تأتيا سأتي إليكما. أين أنتما؟ حسنا، سأتقدم أنا، اتبعني. تعال يا برعوم. إنه ليس هنا. انتظر، إنه صديقنا. أسرع يا برعوم، أخرج صديقنا من هناك. صديقي، صديقي، تحدث إلي يا صديقي. هل أنت على ما يرام؟ علينا أن نذهب، فالذئب هنا. لا أثر له يا صديقي، إنه ليس هنا. عشاء فاخر. كنت أفكر من تأكله أولا. هاي هذا كوز صنوبر. هل هذه الدرجة تحبه؟ هربتما؟ ليس هذه المرة. لا يريد ذلك الذئب أن يستسلم. الآن اضعه بالمزيد. توقف توقف، خذ هذا. إنه كوز صنوبر. هاي لا، إنه لي. هيا 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 أهلا. ها
عنتر هو أنت إذا أنت تعلم يا بندق أني كنت أتوقع ذلك وأنا أيضا عنتر صياد خطير يسعى لصيادهما وهما يهربان منه هل يتمكن منهما ومغامرات وسط الغابات ومطاردات قد تصل إلى أبعد البلدات أنا بطل وأنا نهزم عنتر وفي النهاية يضعك في القفص معي أنا عنتر كمالي لا تنسى يا أيها الدبان اهرب بندق احزن ها هو قادم عنتر يحمل أسلحة شتى هناك بندق حاور برعب داور عنتر شخص نادر لكن قد يصبت فخاخا وشباك